خفة اليد من الألعاب اللي تشد انتباه الكبار قبل الصغار ويحبون أنهم يتابعونها ويشوفونها. يعتقد البعض مرات سعود أنها لها علاقة بالسحر والشعوذة، لكنها هي بعيدة كل البعد عن هالأمور. هذه اللهم تعتبر مثل خدع بصرية، لكنها تحتاج إلى شخص له نظرة ثاقبة. خفة يد مثل ما تقول. نرحب بأخونا وضيفنا في الاستوديو معين البستكي لاعب خفة يد. نقول يا مرحبا وسهلا. لاعب خفة يد. ما نقول ساحر حسب أنه ما نسوي مشاكل. أكيد. والجمهور ما يزعل منه. بس يا مرحبا بكم. الله مشكورين على الاستضافة. يشرفني أكون متواجد إياكم. وكل عام وانتم بخير. والجمهور الكريم هم إن شاء الله تكون السنة الجاية 2019 سنة طيبة لهم. من الأشياء اللي أنا معروف عني على القنوات من أظهر أسوي قراءة التفكير. أخمن أشياء وأنا أقول أشياء. فالعادة أستعمل الخمس حواس اللي عندي وأستنتج منهم الحاسة السادسة. فبكتب شيء وبعطيك إياه، بكتب تخمين عندي باش تاخذين أختي حصة وتحطينه داخل الصندوق، باش تطالعين بس داخل، ما في صندوق فاضي، حطي داخل الصندوق. صح فاضي، ما في، سكري الصندوق وقفلي، سكري الصندوق عادي حركة يعني. إيه حركي، سكري وقفلي. عندنا مجموعة كروت أبغى نحطها حق الكاميرا أساس الناس يطالعونها ويشوفونه. أباكم تقولون الأسامي اللي بشوفونه، أسامي حيوانات أنتم بكرامة. عندنا بيرت بالإنجليزي فوكس، فوكس. عندنا بينجوين، عندنا سنيك، عندنا بي رابت، لاين، شارك، هورس، كامل، فروغ، دوغ، دولفين، سبايدر. أسامي مختلفة. نعم. لأكثر من 30 حيوان مختلف. صح؟ نعم. أختي حزة تطالعين؟ إيه. اللي ما تسوي الكاميرا، والكاميرا قاعدة تطالع داك، بير، داف، إليفنت. اللي ما تسوينه تاخذين الكروت، ناخذ الورقة منك تحطينها تبي إيه؟ وتقسمينهم نصين. سامتين. أوكي. القسم اللي ما تبينهم فريهم ورا ظهرك، بس فريهم هالصب أساس ما يطيحون ورا. أفرهم بيطيحون في الماي ورا. أعطيهم هالصب، فريهم هالصب. أعطيني أنا إياه. لا لا تفر أنت. أوكي لا بخليهم. نتعاون وياه. بخليهم عندي. ما أمن أنا. يلا. أفرهم ها. أوكي. يلا. عندك الباجي. قسميهم بعد نصين. أوكي. حلو. أي واحدة ما تبين؟ أفرها. فري. عندك باجين انا اخذهم منك. مستمتعه وانت تقول وايد. انا عايزين الموضوع اني بس حطي صبعك على الكرت من الكروت. بس حطي صبعك عليه. لا حطي صبعك الكرت. صح؟ اي. تكتبين باليمين ولا باليسار؟ باليمين. باليمين. اي. انت اخترتي كرت. انزين. ايدك اليد الثاني فوق ويطح. شو اللي انا بيبس فيها؟ اسمح لي عاد انا ما اتحرك. هذا ما غيرت انا الكرت، نفس الكرت حطي على ايدك. وايد الثاني فوق. صح؟ تحيدين قبل ما نبدا الحركه هذه انا خمنت شيء. هي. انت حطيتي الصندوق كان فاضي. هي. حطيتي في الصندوق وسكرتي. عندي تخمين موجود، خلينا نشوف شو اخترتي وتراوين الجمهور. اوكي ابطل؟ بطل. رات. رات صح؟ اخوي سعود انت لبا فزعتك بعد شوي بخبرك ليش؟ لا لا تقول بيطلع فار من داخل. انت شفتي الصندوق كان فاضي. لا الله يخليك. ما عندي مشكله تكسر الدنيا الفيران. انت شفتي الصندوق كان فاضي. نعم. حطيت بطاقة ما شايفها. سكرت ما في. شوف هل التخمين مثل ما موجود عندك؟ نفتح يعني؟ أنا أشوفكم لبستوا قفازات. تخيل أن فار أبطل؟ إيه. بسم الله. أيوه. وش هو ذاهب؟ أوكي. لا 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 لا, لا, لا. أنا بفتح عنها. أيوه. لا لا لا. شفته من دون ما اطلع عشان الكاميرا تاخذ. الكاميرا تي الكاميرا تي. لا 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 ما اقدر ما اقدر. من شو رايك تطلعها احسن؟ ها كلها لان قلت له انا ما اتروع. لا 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 اختارت رات. شو رايك اصور سيلفي معاه؟ اختي حصلت فش احسن لي. شكرا ما قصرتي. ثانك ليش ليش ما ليش ليش انا ما يخص انا اقول ليش القفاز. الله يسامحك. بتحتاج القفاز عقب بس ما اسوي حركه. شكرا عدل عن يظهر الفار هذا. هذه هديه مني لحصه ممكن تاخذها للبيت بمناسبه العام الجديد والبرنامج. زين وشو بخصوص نجمع الاغراض اللي عندنا
هنا على الطاولة ونسوي لكم بعد حركة. من الحركات اللي ممنوعة ب 16 أنت أوكي؟ نعم. أنت أوكي؟ لا لا أوكي. تمام. من الحركات اللي ممنوعة ب 16 دولة. نعم. اللي ما حد يسويها بالعاب الخفة حالياً هي الرشن رولت. حركة الرشن رولت معروف عنها في الأفلام، يبون مسدس يحطون فيها رصاصة واحدة يلفونها، اثنين يتنافسون مو يمكن يستوي بش وما اللي هي بالحظ يعني تطلع الرصاصة. هني احنا بنسوي شيء تقريبا مماثل، لا تقول لي رصاصة، بس بحركة مختلفة. عندنا أربعة أكياس. كيس رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم أربعة. في الجو الغاوي على أساس إنه ما يتحرك إن الأكياس، أنا حاط فيهم قطعة خشبية بس نراوي الجمهور عشان يعرفون. قطعة خشبية. نعم. في قطعة من القطع اللي موجودة بنحط مسمار. أخوي سعود أباك إنك بس لو ان ضربت يدك بقو على المسمار ها شو بيستوي؟ اكيد صح بتعور. نعم. نحط المسمار ونحطه في الكيس. اربعة اكياس، الجمهور عارفين وين المسمار. نعم. وانتم عارفين وين المسمار. نعم. اربعة اكياس، احنا بناخذ الاكياس وبنخشم على الكاميرا وانتم لا تطالعون، بحاول اغير اماكن الأكياس. أخو شعود ما بتطالع، أباك تغير مكان كيسين. خلي ما تطالع، لا تطالع داخل، بس غير مكان. أوكي. كيسين. بس سعود عادي يعني تشل القفاز يعني. تمام. لا أنا بعرف. أوكي. ما أعرف شو اسمه. كيس رقم واحد. أوكي. كيس رقم اثنين. كيس رقم ثلاث. كيس رقم أربعة. نعم. بواحدة منهم في مسمار. نعم. أباك تختارين رقم. ليش أنا؟ اختاري رقم. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، بواحدة منهن مسمار، اختاري رقم. هلا لأن أنا قلت لأني أنا ما أتروع، فقام طلع لي فار، فالحين ما أدري شو بيسوي. زين. لا بس قولي الرقم. قولي الرقم. رقم ثلاثة. رقم ثلاث. إيه. ما حد يعرف هل في المسمار أم لا. هدي أعصابك يا ريال. ثلاثة أكياس بواحدة منهن مسمار. واحد، اثنين، ثلاث. اختار رقم. ثلاثة. ثلاثة. بتغير رأيك بترجع ثلاثة. نعم. لا لا لأني أنا مش متأكد إنه ما في مسمار. هذا ما في. إيه نعم، خذ راحتك يعني. سليمة. سليمة. واحد، اثنين، بواحدة منهم في مسمار والثانية ما فيها مسمار. تبي دينك أخوي سعود. توكل. أيوة. على الله سعود، أنت مذيع متألق. أوكي. ومتميز. بارك الله فيك. أستاذ حصة. أنا أختار إيد سعود. بنختم هالسنة الظهر بيد بيروحة. أوكي. إيدك. لا لا. إيد سعود. أيوة. اختيارك. تختارين واحد، تختارين أربعة، لا تروح بعيد. تعال. ستة. واحد، ستة، أربعة، ستة، واحد. يلا اللي فيها فيها خلاص. واحد منهم. واحد منهم ما بيستوي بك شيء أصلا، ألعاب خفة يعني. أوكي. ما بيستوي في شيء. هذه واحد. يلا واحد. أوكي. ولا اثنين. 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 هذيك. بسم الله إن شاء الله ما عليك شر. أيوة. بتغيري رايك ولا بتميل على رقم واحد؟ ما بغير رايك. ما بتغيرين؟ ايوه انا خليت ايدي تروح. اخر كيس انت اخترتي، هو اختار. هل في اي طريقه ممكن اي حد ممكن يعرف ان في مسمار؟ لا اله الا الله، يعني موجود طلع المسمار صدق. يعني قدتني يعني. قدتك يعني. انا اخترت واحد وبعدين رحت بدلت اخترت الثاني. اخوي معين، احنا تشرفنا بوجودك معانا وحقيقه استمتعنا ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. مبدع دائما ومتالق ومتابعك دائما. الله يعطيك العافيه وتشرفنا ويعطيك الف عافيه ونتمنى لك عام سعيد ان شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك. مشكورين لك. يعطيك الصحه والعافيه اخوي معين، وما قصرت، عقيت قلوبنا على بدايه السنه الجديده.
مشكور. عسى استمتعتوا بس. مشكور. تسلم ما قصر. جدا الصراحة. بيض الله ويك. إذن مشاهدينا فاصل قصير نرجع بعد نتواصل وياكم ونكمل حلقتنا لا تروحون تريوننا.